صرح قائد قوات الصواريخ الاستراتيجي الروسي سيرجي كاراكايفا إن القوات الروسية حصلت على إمكانيات جديدة لمعالجة مسائل الردع النووية، ووفقا لتصريحاته فقد أصبح ذلك ممكنا بفضل زيادة نسبة النماذج الحديثة من الأسلحة الصاروخية وصلت إلى 66%. وأضاف أن القوات تزود بكل ما يلزم لاستخدام هذه الأسلحة وللحماية، مؤكدا على استمرار إعادة تزويد وحدات الصواريخ الأخرى بمنظومات ياريس المتنقلة.